الملكة إليزابيث نالت نصيبها من مشاكل الحياة ومرت بمراحل عصيبة على مدى العقود التسعة الماضية. في سن 9 من العمر حضرت أول جنازة ملكية لها بكنيسة سان جورج في قصر وينزر مرتدية القبعة السوداء رفقة والدتها الملكة الأم خلال مراسم جنازة جدها الملك جورج الخامس. العام 1992 وصفته الملكة بالعام المروع. زواج ثلاثة من أبنائها الأربعة تشارلز وأندرو وآن ينتهي بالطلاق، وحريق ضخم في قلعة وينزر ألحق ضرراً بمئة غرفة وأدى لتدمير 9 غرف بالكامل، وكلفة إعادة البناء أثارت غضب الناس وسط ركود اقتصادي مرت به بريطانيا، مضطر الملكة لدفع ضريبة دخلها الخاص. الملكة إليزابيث تعرضت لانتقادات لعدم إظهارها مشاعرها بعد وفاة ديانا في حادث سيارة بباريس، لتخرج وتقدم تكريماً غير مسبوق عشية جنازة الأميرة الراحلة. I hope that tomorrow we can all, wherever we are, join in expressing our grief at Diana's loss and gratitude for her all too short life. في ذكرى مرور 50 عاماً لاستلامها العرش عام 2002، فقدت الملكة والدتها وشقيقتها الوحيدة مارغريت. 2019 كانت سنة مثيرة للملكة بين فضائح هزت أسرتها وبريكزيت مزق البلاد. فالأمير أندرو تلاحقه فضيحة أخلاقية ومعرض للمثول أمام القضاء لاستغلال قاصر جنسياً على خلفية صداقته برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستاين الذي انتحر في السجن بينما كان ينتظر محاكمته. حفيد الملكة ونجل ولي العهد الأمير هاري فجر أزمة في الأسرة الملكية بتخليه عن مهامه خوفاً على صحته النفسية وعلى زوجته الأمريكية ميغان ماركل بعد أن ضاق ذرعاً من الملاحقة الإعلامية له ولزوجته. في لقاء تلفزيوني في أمريكا حيث يعيش الزوجان، اتهمت ميغان العائلة الملكية بالعنصرية ودفعها إلى حافة الانتحار. So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. الأسرة الملكية عبرت عن شعورها بالحزن لمعرفة مدى الصعوبات التي واجهها الأمير هاري وميغان، ولا سيما تلك المتعلقة بالملاحظة العنصرية المثيرة للقلق. الملكة إليزابيث الثانية كانت صخرة ثبات واستقرار حفظت طوال حياتها على تحمل عبء الأعمال الضخمة ولم تتوقف عن أدائها إلى أن خطفها الموت. مصطفى زارو، العربية، لندن.